اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب الجنه أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد ثم وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إن اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان ان أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرت هم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وما كانوا باياتنا يجحدون صدق الله العظيم